يا مساء الفل، انا مها علي من كوك فلاكس اللي اول مره يشوف القناه. ضفت لكم علامه مائيه بلوجو القناه، هتلاقوها موجوده يمين اسفل الفيديو، دوسوا عليها اشتركوا في القناه وما تنسوش الجرس عشان توصلكم وصفاتنا الجايه. النهارده هنعمل بقى اسرع والذ كيكه في التاريخ. شوفوا بقى يا جماعه، الدنيا حر والجو نار وعايزين حاجة تكون خفيفة وسهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت. تعالوا نشوف بقى الاختراع ده ونقول بسم الله. في بولة هحتاج بيضة واحدة وهحط عليها فانيليا، يعني معلقة فانيليا كده بسخاء، معلقة فانيليا أو كيس فانيليا صغير، وهضرب كويس قوي بمضرب يدوي. هنا بقى في الوصفة دي أنا مش محتاجة ولا بلندر ولا ميكسر ولا أي حاجة. هحط معلقتين سكر، اللي يحب طبعا يضاعف الكمية يضاعف، مفيش أي مشكلة. اضرب بقى يا معلم السكر مع البيض لحد ما لون الصفار يفتح قدامي، هلاقي اللون افتح واختلط كده وتقل مع بعض كده، تمام. ابدأ بقى اضيف ربع كوباية زيت، اي زيت نباتي من اللي عندك في البيت، وبرضو اضرب يا معلم. اتأكدت ان الزيت اختلط، بضيف ربع كوباية لبن او حليب واضرب يا معلم. اختلط تمام، هضيف معلقة صغيرة مش ممسوحة بيكنج باودر، او استعمل المعلقة الصغيرة المعيارية، وبرضو اضرب يا معلم وهدوب البيكنج باودر. وبعد كده هنيجي لنقطة مهمة وهي الدقيق. انا هنا حاطة جنبي كوباية دقيق منخولة لكن مش هستعملها كلها، هضيف الاول معلقتين كبار مليانين وهقلبهم واخلطهم كويس. لقيتهم تمام اختلطوا كويس، انا في قوام معين عايزة اوصله وده حسب كل نوع دقيق. قلبت برضو معلقتين كمان ووصلت للقوام كده اللي انا عايزاه، مش هستعمل اكتر من 4 معالق حسب نوع دي اللي عندكم، ممكن ازيد معلقة او اقل معلقة من اللي انا استعملته، بس انا استعملت دي متعدد الاستعمالات ووصلت. شايفين القوام عامل ازاي؟ هو ده القوام السليم، يكون خفيف وهو ده اللي انا محتاجاه له. هجيب طاسة عندي حجمها وسط وبتكون ما بتلزقش، يعني لازم تكون ما بتلزقش، وبدهنها بشوية زبدة، بدهنها بالزبدة بسخاء، مش كمية محددة حسب حجم الطاسة اللي عندك، بس أهم حاجة تكون بتدهن بسخاء عشان الطبقة دي أنا محتاجة لها. هضيف عليها السكر دلوقتي، ومعلقة السكر دي سكر عادي مش سكر باودر ولا حاجة، سكر العادي دي اللي هتديني بقى طبقة كراميل على الوش، دي بقى اللي هتعمل أحلى شغل كراست من فوق كده جامدة، يعني هتشوفوا دلوقتي ايه الأخبار. وعندي تفاحة، هقطع بقى التفاحة دي سلايس رفيعة، مش عايزاها سلايس تخينة، واي نوع تفاح يعني مش لازم تفاح اخضر، ممكن تفاح احمر او اي نوع تاني حتى من الفواكه. لو حابة تعملي موز متوفر عندك، اناناس عملتها كتير انا بالاناناس تحفة، بحب انا الاناناس والتفاح الاخضر، الحاجات اللي بيبقى طعمها مز شوية. لكن لو انتوا حابين تحطوا اي فاكهة ينفع تتحط في الوصفة دي، مفيش حاجة معينة. وهرصهم زي ما انتوا شايفين كده على شكل وردة، وبرضو اللي يحب يرص الطاسة كلها، الوردة تبقى كبيرة شوية، شجرة بقى مش وردة هو حوار طبعا، دي حاجة ترجع لكم. هبدأ أصب بقى خليط الكيك اللي أنا عملته ده فوق التفاح على طول، وعلشان هو مش ماسك يعني هو سائل شوية، فلوحده هتلاقوه بينزل بيملى الطاسة. ولو ما حصلش كده بالمعلقة بقى حاجة بسيطة كده حاولي تساعديه، بحيث ان بس الحاجة اللي انت رصاها تحت ما تتلخبطش، بس تساعدي ان هو ينزل في جوانب الطاسة كده تمام. باخده بقى على نار هادية وبحطها اوطى نار عندك على البوتاجاز العادي، او لو في اي صاج ممكن تحطيه تحتيه يكون افضل طبعا، وبغطيها ممكن ما تتغطاش. ولو انت مضاعفة الكمية الافضل انها تتغطى، ليه؟ انا كده بساعد ان البخار اللي طالع منها، حرارة الستيم دي بتساعد ان كمان الكيكة تتسوى بسرعة من فوق. بشيك كده على الجوانب، اول ما بحس ان الجوانب بدأت تحمر انا كده تبقى تمام جاهزة عندي انها تتقلب. هقلبها ازاي؟ هحطها في طبق فاضي من الطاسة اللي عندي، هحطها في طبق فاضي، وبعد كده هاخد الطاسة واغطي الطبق اللي عندي واقلب فيه الكيكة، فكده هوب يا سلام اتقلبت ومية مية. وبصوا اللون عامل ازاي، شايفين السطح بتاعها متكرمل؟
ريحة بقى التفاح مع الكراميل يا جماعة تشرح القلب الحزين، ما اقولكوش. هي كده اخدت معايا تقريبا 3 دقايق على الوش التاني، وقبلها كان في 4 دقايق على الوش الاولاني، يعني بالكتير قوي 7 دقايق على النار وهي متغطية. وبعدين هطلعها بقى كده خلاص تمام معايا جاهزة، هبدأ ازينها. معلقة مربة مشمش فكيتها بشوية مية، وهبدأ أدي الكيكة فوشة كده وفوشة كده علشان تبدأ تلمع معايا، بتلمع الوش يعني وبتدي طعم لذيذ كمان. فدهنت وشها كله بالمربى، لو مش متوفر عندك المربى دي مش قصة يعني، ممكن تستغني عنها تماما أو حتى تحطي أي نوع تاني برضو مش هتفرق، بس دي ظبطت لي اللمعة بتاعت الوش. وكان عندي كريم شانتيه أو أي نوع كريم عندك، عندك قشطة، عندك أي حاجة حابة تزيني بيها، فعملت كده وردات صغيرة. انتوا متخيلين السرعة دي يا جماعة؟ الكيكة خلصت في أقل من 10 دقايق، ربع ساعة كانت الكيكة جاهزة وخالصة. أي يوم حاسة إن أنتي مش قادرة تعملي حاجة، جالك ضيوف أيام ما كان بيجي لنا ضيوف، يعني الكيكة دي بتاعة الزنقات. وبصراحة لما بتجربيها وبتلاقيها ناجحة وجميلة ولذيذة وقضت الغرض، بعد كده مش لازم زنقات بقى، بتتعمل بقى إيه يعني استهبال كده كل شوية الواحد بيعملها. تعالوا بقى مع بعض نشوف الطعم عامل ازاي يا سيدي. هنيجي بقى طعم بقى التفاح بعد ما تكرمل مع طبقة الكراست اللي بقت فوق على الوش دي، الكيكة من جوه مستوية، طبعا الكيكة من جوه فانيليا بس جميلة جميلة يعني. بصوا بصوا الكراست من الناحيتين، وخفيفة جدا، سكرها مش تقيل خالص، ما تحسيش انك بتاكلي حاجة حلوة بس مش مسكرة، مع كوباية شاي بقى ساعة العصاري كده واحنا قاعدين قدام المروحة، ياه الدنيا وما فيها. بألف هنا وشفا. عجبتكم الوصفة اعملوا لايك وقوموا اعملوها يلا دلوقتي بسرعة لانها سهلة جدا. اشوفكم الوصفة الجاية.